مساء الفل. في نهاية الحلقة اللي فاتت شفنا كاراكيري وبينو رايحين الفندق لتاني مرة، وعلى الرغم انهم المرة دي كانوا عارفين ومتأكدين انه فندق مسكون وكل اللي عايش فيه ارواح لبشر ماتوا من قبل، الا انهم برضو كانوا بيتفاجئوا بكل حاجة بيشوفوها. الامور كانت ماشية تمام لحد ما دخلوا نفس الاوضة 215، وهنا حصل اللي ما كانوش عاملين حسابه. الباب اتقفل والتليفون رن وقامت حريقة برة والنور قطع وانتشر الرعب في كل مكان، لحد اللحظة اللي خرجوا فيها ولقوا سكان الفندق بيجروا وبيموتوا جوا الحريق. وفي النهاية خرجوا بسرعة وشافوا الفندق بيتجاب على الأرض وكانوا لا حول لهم ولا قوة. فاخبط اللايك ويلا نبدأ. بدايتنا مع أبطالنا وهم قاعدين برا وهيتجننوا من اللي حصل، وما كانوش أبدا مصدقين إنه كان بينهم وبين الموت لحظات. معقول الفندق كان هيولع بيهم وياخدهم معاه؟ ويمكن ده اللي خلى كاراكيري يقولك إن الحكاية المرة دي شكلها أكبر بكتير، وإن القصر نفسه ما كانش بيحصل فيه الكلام ده، ويقصد بالقصر أحداث الجزء الأول. بينو بقى قالك إن الحاجات بتتعاد هي هي، اليوم كله بيتعاد وكأن الفندق فعلا عايز يوصل لنا رسالة معينة، بس ايه هي الله اعلم. لكن كل اللي متأكد منه ان في حاجة حصلت اليوم ده والفندق عايز يقولها لنا. كاراكيري ما اقتنعش ومن كتر الرعب قالك انا لو هقتنع يبقى الفندق يجي لحد عندنا ويقول. ايوة اللي هو ازاي يعني هو في كده؟ قالك ما هو لو فايز اللي جه واتكلم معانا لو كان حكينا الحكاية وخلصنا ما كناش وصلنا لكل اللي احنا فيه. بينو قال له لا، ما انت مش فاهم، لان ده معناه ان هم كده عايزيننا احنا اللي نفهم بنفسنا رسالة الفندق. برق وقال له هم مين؟ ها مين؟ قال له هم الارواح اللي هنا. عايز اقولك ان الكاراكيري خلاص كان هيعملها على روحه من الخوف، وعلشان كده طلب من اشرك يسوق عربيته ويمشوا من هنا. الغريبة ان اشرك بدون تفكير قال له العربية قطع بنزين ومش عايزة تدور ابدا. ولو ركزنا في كلام اشرك هنلاقي فيه سؤال مهم ضروري نسأله، هو اصلا عرف منين ان العربية قطع بنزين؟ اذا فهو حاول يدورها ويمشي بيها. كلامي معناه انه كان هيغدر بيهم ويهرب وقت ما الفندق ولع، وده اللي هم اكتشفوه ونزلوا فيه ضرب وخصموه سابوه مشيوا. ففضل وراهم وحاول يصالحهم لكن هم ابدا. وبعد ما وقفوا كتير على الطريق ما لقوش ولا عربيه توصلهم، فبينو اقترح يرجعوا المنطقه اللي حوالين الفندق يمكن يلاقوا اي توصيله. ولحظه ما كانوا ماشيين سمعوا بنت بتغني على البحيره، ففضلوا يقربوا لحد ما وصلوا عند طفل صغير واقف بهدومه مبلولة. طبعا منظر مرعب وغريب، وهنا آرائهم اختلفت. بينو وكاراكيري شايفين انهم يمشوا، ده شكله مش بني ادم اساسا. بس اشرك رفض وقال لهم حرام عليك وده طفل غلبان ولازم ننقذه. وراح وسأله ايه اللي جابك هنا يا حبيبي؟ قال لهم بابا اللي جابني. فحضن وسأله سؤال تاني، مين اللي بلك كده؟ برضو قال بابا. فكاراكيري بدأ يستغرب وسأله مالك كده يا واد، انت خايف من حاجة ولا ايه اللي نزلك الترعة ولا نظامك ايه؟ وراح شايله على اساس يعرفهم بيته فين. كل ده بيحصل وبين واقف وما نطقش بحرف، ولسه بيتحركوا سمعوا نفس الصوت بيغني، فلفوا ظهرهم يشوفوا مين، بوم، ولقوا البنت دي. مش محتاج اقولك انهم فلقوا لحد ما وصلوا عند بيت الطفل، وما كانوش عايزين يقولوا قدامه ان البنت عفريتة علشان يعني الولد ما يخافش. بس يا معلم وصلوا البيت وفضلوا يخبطوا ومفيش حد بيفتح. فخبطوا تاني والمرة دي الباب فتح لوحده، حركة مش جديدة عليهم ودايما بيجي بعدها خازوق. لكن خليني اعرفك انهم حتى الان مش شاكين في اي حاجة ودخلوا البيت عادي جدا. وقتها شافوا طفلة قاعدة بتعيط وعمالة تقول يا نهار اسود. كاراكيري كان هيتجنن، اصل انتوا ليه بتعيطوا؟ يعني انتوا خايفين جعانين في ايه بالظبط؟ فبينه بقلبه الحنين لما شاف الحكايه كده طلب من اشرك يروح للكشك اللي شافوه على اول الشارع ويجيب لهم حاجات حلوه، اما هم فهيقعدوا مع الاطفال ويهتموا بيهم على ما يرجع. وبمجرد ما اشرك خرج لقوا البنت اللي اسمها روح اللي شفناها في الحلقه الاولى وفي الجزء الاول فاكرينها، دخلت عليهم وما نطقتش بحرف وما كانوش عارفين دي اختهم ولا مش اختهم، عفريت ولا بني ادمه. كاراكيري قال لك لا انت كده نسيت، لان البنت دي بني ادمه عاديه وكانت تايهه وامها جت خدتها من عندنا زمان في القصر. الكلام هنا على الست الفلاحة البسيطة وهوضح لك كل ده في وقته. المهم يا سيدي انهم حاولوا يخلوها تنطق وهي ولا الهوى، عمالة ترمي نظرات مرعبة وبس. الموضوع زاد عن حده لدرجة ان كاراكيري اللي كان لسه بيدافع عنها من دقيقة دلوقتي بقى حاسس انها عفريت.
ساعتها أشرك وصل الكشك واشترى شوية حاجات، وقبل ما يمشي سأل الراجل عن البيت اللي بينقذوا فيه الأطفال. فالراجل سأله بتسأل عن البيت ده ليه؟ قال له مفيش، أصل في عيال قاعدين بيعيطوا وسايب قرايبي معاهم. الراجل قال له يا سنة سخة يا ولاد، انت ايه اللي وداك يا امه البيت ده اصلا؟ ليه يا حاج هو في ايه؟ قال له البيت ده مسكون وما فيهوش اطفال. اشرك سمع الكلمتين وطار على بينه وكراكيري اللي وقتها كان واحد منهم قاعد يلعب مع الاطفال، والتاني مستغرب انه كل ما ينشف هدوم الطفل تتبلل لوحدها. وقتها اشرك جه وقال لهم يلا بينا من هنا بسرعه. كراكيري قال له نمشي ازاي مش نطمن على العيال؟ ولسه بيلف ظهره لقاهم اختفوا. دي سنه سخه فعلا، وطلعوا جري على البيت وبقوا التلاتة قاعدين ومنظرهم زي ما انت شايف، واحد بيكلم نفسه والتاني بيترعش والتالت ما بينطقش، واحد حران والتاني بردان. احلام استغربت وبقت تسألهم ومحدش يرد، فطلبت من زيزو يدي كوباية المية لبينو يمكن الحر يخف. اول ما شاف زيزو قعد يصوت وقال لا ابعدوا عني الاطفال، وخلاص الرجل اتعقد منهم. بعدها كراكيري قعد وحكالها على الفندق وانه بيتحرق كل يوم وبيتجدد مرة تانية. كمان حكالها ان البنت روح اللي هي دي طلعت عفريتة، وكمان اخواتها الصغيرين كلهم طلعوا عفاريت. الغريبة ان احلام ما كانتش خايفة وبتتكلم عادي، والاغرب انه تقريبا كده تقريبا يعني، فالراجل اللي اشترى من كراكيري القصر هيطلع عفريت هو كمان. وهنا بنفهم ليه احلام قاعدة بتتكلم عادي ومش خايفة. اتضح انها مفكرة ان كراكيري عامل عليها حوار علشان يقول لها ان باقي فلوس القصر خلاص بخ ومش موجودة. بينو كان هيقوم يهب عليها ويجيبها من شعرها، وجوزها نفس الموضوع. تقوم هي تلم الدور، لا ازاي دي قالت له هو انت رايح تشتري لي شوية فحم ب15 جنيه تلايطوا بيه وشكوا، وتيجي تخترع لي الحكايه الهطله دي علشان مستخسر فيا ال10 مليون اللي هشتري بيهم هدوم؟ بينو حاول يهدي الموضوع، لكن للامانه الست مستفزه. اما اتعصب وسالها هو انت جنسك بلتك ايه؟ ما انت شفتي بنفسك العفاريت في القصر. قالت له اه هي العفاريت بقى واخدانا مقاوله، وكل ما نروح مكان هيجوا ورانا صح؟ وراحت قلبه على كراكيري مره تانيه وقالت له اخص عليك، استحملت معاك سنين الفقر وفي الاخر لما ربنا يديك تقوم مستخسر فيها عيش ليومين؟ ماشي يا كراكيري انا بقى هوريك انا ولا العفاريت. وراحت ماشية. فاتعصب وبص لبينو وقال له انا هقوم اقتلها. بينو خاف وقال له هتقتلها ونستفيد ايه؟ هتقوم طلعلنا وتقعد معانا تاني وهي عفريتة، خلينا كده احسن. طب والحل؟ عملوا اجتماع مصغر، والمفروض ان بينو هو اللي بيحلل كل اللي مروا بيه حتى الان، وعمل رسم كروكي للقصر وللفندق. السؤال هنا، الفندق ده هل له علاقة بالقصر ولا دي حدوتة ودي حدوتة؟ بينو بكل ثقة قالك اكيد طبعا ليهم علاقة ببعض. حلو، يبقى هنتصرف ازاي؟ يعني هنبدأ بالبحث فين؟ قالك مش دي المشكلة، المهم دلوقتي اننا نفضل ايدينا في ايدين بعض واحنا هنقدر نحل اللغز سوا. بعدها اشرك جاله تليفون خلاه يفرح قوي. اتضح ان وفد هولندي جايين بكرة وحاجزين 20 اوضة في الفندق بتاع بينو. عايز اقولك ان الاتنين نسيوا اللي كانوا لسه بيقولوا اساسا، وقرروا يلموا هدومهم ويطلعوا حالا على هناك. الله، طب وكراكيري؟ قالوا له افرح، ما هي اللعنه اتحلت والفندق بتاعي خلاص بدا يشتغل. ايوه طيب، وبالنسبه لي انا ايه؟ اللعنه بتاعتي هتتحل امتى؟ وسالوا انت اصلا هتمشي ازاي وانت لسه قايل ايدينا لازم تبقى في ايدين بعض علشان نحل اللغز؟ فضحك وبكل برود قال له يا غبي، ما هو مادام لعنتي اتفكت يبقى لعنتك انت كمان اتفكت، ولو مش مصدقني روح مزرعه الكتاكيت بتاعتك وهتلاقيهم كبروا وبقوا حلوين. الغريبه انه اصلا رفض انهم يمشوا ويسيبوه، هو عايز يحل لغز الفندق الملعون لانه شايف انه بكده هيقدر ياخد باقي فلوس القصر وتبقى مشاكله اتحلت. خد الكبيرة، قال لبينو وعلى فكرة بقى الوفد الهولندي ده هيطلع مش حقيقي ومش بعيد تكون أرواح جاية تسكن الفندق بتاعك. بس التاني ما صدقش، فصاحبنا قالك ما بدهاش وراح جايب كوبايه الميه ودلقها على الهدوم بتاعتهم. وبقوا وروني بقى هتسافروا ازاي. اليوم اللي بعده راحوا عند الفندق وملوا عربيه اشرك بنزين. والمعلومه هنا ان اشرك هو اللي سافر السخنه يطمن على الوفد، وبينو قعد مع ابن عمه يكملوا حل اللغز. وبقى كل شويه يساله الفندق اتحول؟ لا ما اتحولش، وواضح ان الفندق ما بيرجعش طبيعي غير بالليل. ووقتها افتكروا ان فايز كان سايب لهم رقم تليفون يكلم عليه، يعني لو دوروا ورا الرقم ده فممكن يوصلوا لأي معلومة. وبسبب ذكائهم الخارق فما جاش في بالهم غير انهم يبحثوا عن معلومات الرقم على الترو كولر، وطبعا ما لقوش أي معلومات. فكراكيري طلع لك بفكرة من أفكاره العبقرية وقال لك بس احنا ندور على الرقم في دليل التليفونات.
وبما ان دليل التليفونات حاجة انقرضت من سنين السنين فمش هيلاقوه بسهولة. بينو راح داخل بفكرة عبقرية هو كمان وقال له بس تاهت ولقيتها، احنا ندور في محلات الانتيكات واكيد هنلاقيه. وخدوا بعضهم وطلعوا على المحل. صاحب المحل كان راجل غريب ومريب، كل ما ينطقوا بحرف يقول لهم هس ووطوا صوتكو. وبما ان كراكيري خلقه ضيق وما بيستحملش فطلب من بينو يتعامل هو. الحقيقة ان الراجل كان مستفز لأقصى درجة، فبينو هو كمان فقد اعصابه وكانوا هيمسكوا الراجل يروقوه. وقعدوا يقولوا له يا عم الحاج احنا عايزين دليل التليفونات، هنشوف عليه رقم غريب نعرف بيانات صاحبه وشكرا. فوافق بس طلب منهم 80,000، مبلغ كبير مش هيقدروا يدفعوه. فقرروا يمشوا ويشوفوا محل تاني. ولو بصينا على فندق السخنة هنلاقي واحد من الوفد الهولندي مش عاجبه الاكل وماسك بطنه وعمال يقول اكلكم زي الزفت. ولما اشرك داء من نفس الاكل بطنه وجعته وتحس ان في حاجة غلط بتحصل. وبالليل بينو كان مستغرب ان اشرك مختفي من الصبح وما بيردش على تليفونه. كراكيري بقى ولا همه كل الكلام ده، الراجل تركيزه رايح على الفندق المسكون ومستنيه ينور علشان يقدروا يدخلوا تاني. وكان مستغرب جدا ان بينو رافض يستنى وعايزهم يدخلوا دلوقتي، يعني ندخل فندق مسكون وبالليل والوحدنا؟ ده ايه الجرأة اللي انت بقيت فيها دي؟ قال له يعني نعمل ايه، هنفضل مستنيينه ويتحول ومش هيتحول؟ قالك ما يمكن يكون بيتحول ايام وايام، اتنين وخميس مثلا. كلام اهبل ما عجبش بينو وقال له بص احنا نروح القرية اللي كنا فيها ونشوف حكاية بيت البنت روح واخواتها العفاريت. الله، طب ومال ده بدا يا ابني؟ قالك مش يمكن الفندق لما عرف اننا عرفنا بيتها فمش هيتحول تاني غير لما نكتشف السر بتاعها؟ كراكيري اتعصب تاني وخلاص جاب اخره، بس بينو اقنعه انه يمشي وراه وهيكسب ووافق. وخدوا العربية واتحركوا. وساعتها بنشوف فايز خارج من بلكونة في الفندق اللي هو صباح الفل. شوية واصحابنا وصلوا عند نفس الرجالة بتوع المرة اللي فاتت وسألوهم عن البيت المسكون بتاع روح، ونفس ردة فعل الواد اللي قام يجري وسابهم. المرة دي الرجالة استغربت سؤالهم المتكرر عن الأماكن المسكونة لدرجة انهم بدأوا يقتنعوا ان اصحابنا عفاريت. فبينو دافع عن نفسهم وقال له الحكايه كلها، ان في اطفال صغيره ظهروا لنا وودونا هناك. يا ده يا دقي، هم ظهروا لكم؟ كراكيري قال له بس جاوبوني بقى، هم ميتين فعلا؟ قال له لا مش ميتين، دول مقتولين. يا نهار اسود، طب ايه اللي حصل؟ عرفه بدا يحكي وقال من يجي اكتر من 30 سنه كان في واحد فلاح عايش هنا وفجاه اتجنن وجاب عياله وقتلهم في البيت ده، وبعد ما ماتوا انتحر في نفس البيت. طب ايه اللي يخلي واحد يقتل عياله وكمان فجأة كده؟ الله اعلم. فسألوهم طب هل ممكن البيت ده يكون له علاقة بالفندق المسكون؟ يعني هل الفلاح اللي قتل عياله ممكن يكون هو نفسه صاحب الفندق؟ قالوا لك بداية الكلام كده فالفلاح اصلا مش صاحب البيت، وثانيا البيت اساسا ملوش صاحب. معلومه غريبه خلتهم يستغربوا، وانا شخصيا استغربت، هو في بيت ملوش صاحب؟ عرف قالك الناحيه اللي فيها البيت زمان ما كانش فيها اي مباني اصلا، وفجاه واحد جه ومعاه طوب وسمنت وعايز يبني بيت، وقال ان في البدايه نظر المزرعه وقفله ورفض واتخانق معاه. معلومه خلت كراكيري يقطعه ويساله، هو احنا هنا في مزرعه؟ في مزرعه. طب وبعدين؟ خد عندك المفاجاه الاكبر، عرف قالك ان بعدها البيت اتبنى بالفعل بعد ما واحد اسمه باهر باشا اتدخل وطلب من نظر المزرعه يوافق. بينو سمع الاسم واستغرب وسال باهر باشا مين؟ باهر باشا صاحب المزرعه. فسالهم اسمه باهر ايه؟ بوم، وعرف ان صاحب المزرعه يبقى باهر الشاذلي اللي هو يبقى جده. يعني انت بتتكلم في مفاجآت بالجمله، هنعرفها مع بعض في الحلقات الجايه. ومن هنا تخلص الحلقه، وكده يبقى نهينا وانتهينا. سؤال الحلقة بيقول، هل تعتقد ان فايز الغامري يكون هو الاب اللي قتل عياله ولا حد تاني؟ خد سؤال كمان، الطفلة روح واخواتها تعتقد في النهاية هتطلع مين؟ هستنى تعليقك وهرد عليك في ملخص الحلقة الجاية. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو. عايش جمهور الملخصات.